بالتزامن مع اليوم العالمي لليتيم وبهدف إدخال البهجة إلى نفوس الأطفال، قدمت فرقة غنوة ومؤسسة شمس أكاديمي عرضاً مسرحياً غنائياً راقصاً، وذلك على خشبة دار الأوبرا بدمشق. أقمنا عدة نشاطات في العاصمة دمشق وفي كل المحافظات، أقمناها عبر مديرية ثقافة الطفل، واليوم نقيمها عبر دار الأسد للثقافة والفنون. الهدف من هذه النشاطات أن نقول لأبنائنا في دور الأيتام: أنتم أبناء الوطن، هذا الوطن يحتضنكم، وليست فقط دور الرعاية التي تحتضنكم. نريد أن نشعرهم أنهم جزء من الكل، جزء من المجتمع، هذا جزء من بناء شخصيتهم وفكرهم وانتمائهم إلى الوطن. في اليوم العالمي لليتيم علينا واجب احتضان اليتيم ودعم كل الجهات التي تقوم على رعايته. توظيف متكامل ما بين الأغاني وحركة الدمى وغيرها من العروض، هدفها إيصال مفاهيم القيم الإيجابية الواجب ترسيخها لدى الأطفال من الحفاظ على الطبيعة والاهتمام بالنظافة. رسالتنا اليوم من هذا الحفل من دار الأسد الثقافي والفنون هي رسالة شكر لكل هذه الدور التي تعنى بهؤلاء الأطفال، وأيضا رسالة للأطفال بأنهم أبناءنا وأنهم إخوتنا في الإنسانية، وهذا المجتمع يكبر ويتطور وينمو بكل أفراده وبنمو كل أفراده، وبالتالي من الضروري جدا أن نطور هذا اليوم وأن نخص به أبنائنا وأخوتنا في الإنسانية حتى نكون شركاء في بناء هذا الوطن. حبينا نشارك الأولاد بفرحة ما ينسوها كل حياتهم، وأهم شيء توصلهم غنوة، كوني أنا بالنسبة لهم طفلة كبيرة شوي، بس أنه بوصلهم الرسالة المزبوطة يعني ليحفظوها، أنه يؤمنوا بحالهم، يوثقوا بحالهم، يكون عندهم ثقة عمياء أنه هن عندهم موهبة بيقدروا يكونوا أهم عالم بالمجتمع، لو كنت يتيم، لو كنت فقير، لو كنت شو ما كان. سو اليوم انبسطنا، لعبنا أكيد، بس خليهم ينسوا همومهم ويكون عندهم ثقة بحالهم. يذكر أن شمس أكاديمي مؤسسة مهتمة بتنمية وتطوير الأطفال والشباب الموهوبين في المجالات الرياضية والثقافية على أيدي مختصين، بالإضافة إلى رعايتها العديد من العروض للفنانين السوريين والعرب.